بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن الإخوان والأخوات، في بعض موضعنا تصحيح مادة العلوم، يعني امتحان للتعليم 2014. الآن إن شاء الله غادي نضعوا تصحيح مادة الرياضيات في نفس السنة 2014. إن شاء الله غادي نبداو باش ما نضيعوش الوقت، وباش هاد التعليمات اللي ديما تيكونوا في الامتحانات. إذا غادي نمشيو للسؤال رقم واحد. سؤال رقم واحد، كاين جوج ديال الأجزاء في الامتحان، كاين مجال الرياضيات وكاين الديداكتيك ديال الرياضيات. غادي نحاول نصحهم كاملين. بالنسبة للسؤال الأول، القسم المشترك الأكبر للعددين 1515 و 505 هو واش ألف واش باء واش جيم واش دال. القسم المشترك الأكبر، يعني هنا هذا العدد أصلا راه كيقسم راسو، وهذا أيضا كيقسم راسو. هنا في الوحدة إلا شفتو كاين العدد خمسة، وهنا كاين العدد خمسة، يعني شنو هو القسم المشترك الأكبر في هذو كاملين؟ إذا كان هذا العدد كيقسم راسو هو هذا، وهذا أيضا غيكون تيقسم هذا. علاش؟ حيت في الوحدة ديالو كاين خمسة، وهذا في الوحدة ديالو كاين خمسة، حتى إلا جمعتي الأرقام ديالو غادي يعطيوك عشرة، يعني غادي يقسم لينا هذا العدد. القسم المشترك الأكبر هو هذا العدد، هو 505. غادي نمشيو للسؤال الموالي، السؤال جوج. السؤال جوج نجيبوه، الكسر المختزلي للعدد 91 على 259 هو واش الألف باء جيم دال. غادي نشوفو هنا 13 على 34، 13 على 38، 14 على 35، 13 على 37، كلهم 13 13 13، إلا هذا فيه العدد العدد 14. إذا غادي نشوفو أشنا هي الطريقة اللي غادي نعرفو بها القسم الكسر المختزل، يعني الاختزال ديال هذا. يعني شنو غادي نلقاو؟ واحد العدد اللي غادي نضربوه، يعني غادي نقسمو هذا العدد عليه، وغادي نقسمو ثاني هذا العدد عليه، وغادي يخرج لينا شي واحد في هذو الاربعه. شنو هو اللي غادي يخرج لينا؟ غادي نشوفو 9 زائد 1 10، هذا 3 زائد 1 4. مزيان، 13 على 37. إذا كيف ما قلنا، الكسر المختزل للعدد 91 على 259، واش ألف واش باء واش جيم واش دال. غادي تشوفو هنا كلهم 13 13 14 13. غادي نشوفو هاد العدد شحال غادي نضربو فيه 13 باش تعطينا 91. غادي نشوفو الكسر، يعني كاين الوسط وكاين المقام. إلا خدينا مثلا الوسط، نشوفو شحال، شنو هو العدد اللي غادي نضربو في 13 غادي يعطينا 91، وناخد نفس العدد نضربو في 34 غادي يعطينا 256. راه هو هذاك، إلا ما عطاش لينا راه خطأ. ناخد مثلا 13 نضربو في شحال، 13 مضروبة في درنا 5 غتعطينا 50 60 7، درنا 7 غتعطيك 70 90 91. هي هاديك، إلا هادي 13 مضروبة في 7 غادي تعطينا 91، إلا درنا 34 مضروبة في 7 و 38 مضروبة في 7 و 37 مضروبة في 7، نشوفو شكون فيهم اللي غادي تعطينا 91. نبداو بهاد التحتانية هادي، مثلا عندك 37 مضروبة في 7، 37 مضروبة في 7 259، يعني هذه هي النتيجة 259، يعني هذا هو الجواب الصحيح. إذا ضربنا الفوق في 7 والتحت في 7، يعني غادي نقسمو هذا على 7 ونقسمو هذا على 7 ونحصلو على هذا الكسر هذا. إذا غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 3. باقي القسمة الإقليدية للعدد 2064 على 16 هو. باقي لهذه القسمة، يعني تقسم هذا على هذا، شنو هو الباقي؟ ماشي الخارج وانما الباقي. الا درتي عمليه ديال القسمه ديال هذا العدد هذا، دير عمليه القسمه عاديه 2000 و 2064 2064 مقسم على 16. الا درتي عمليه ديال القسمه عاديه غادي تخرج لك في الباقي صفر. ديروا العمليه ديال القسمه عاديه وشوفوا الباقي اللي غادي يخرج لكم. بالنسبة للسؤال الموالي، ألف أ و ب عددان صحيحان طبيعيان متتاليان. إذا كان باقي القسمة أ على 5 5 هو 1، فإن أحد بواقي قسمة ب على 5 هو واش هو 1 واش 2 واش 3 واش 4. يعني إذا كان أ على 5 الباقي ديالو، ماشي الخارج، على 5 الباقي ديالو كيساوي 1، يعني الباقي ديالو كيساوي 1، يعني خاص يكون ب على 5
بي على 5، شحال غادي يكون الباقي ديالو؟ خاصك تعرف بلي ا و بي متتاليه. ناخذ مثلا شنو هو العدد اللي ممكن نقسمه على 4 ويكون الباقي ديالو، نقسمه على 5 ويكون الباقي ديالو 1. هو 11. و11 الا قسمناه على 5 شحال غادي يعطينا؟ 2. غيعطينا في الخارج 2 والباقي 1. شنو هو العدد اللي كيتباع 11؟ حيت قال لك هنا عددان طبيعيان متتاليان، يعني 12. الا درنا هنا 12، 12 اذا كانت بي 12 قسمناها على 5 شحال غادي تعطينا؟ غادي تعطينا من طبيعة الحال 2 والباقي شحال؟ والباقي ايضا 2، حيت 2 في 5 10، شحال نزيد عليها باش توصل 12؟ هي 2. هاي هي الجواب 2. جيم السؤال 5، العدد هذا العدد هذا 1 على 2 على 3 على 4 على 5 كلهم زائد يساوي، هذا العدد شنو غادي دير ليه باش تعرف شحال كيساوي؟ غادي توحد المقام، يعني غادي تشوف هذا غادي يخرج بالتوحيد المقام، غادي تشوف شنو هو المقام الموحد، شنو هو العدد اللي ممكن تضرب هذا بشي حاجه وتضرب هذا بشي حاجه وتضرب هذا بشي حاجه وتضرب هذا بشي حاجه وتحصل على نفس، يعني نفس الرقم اللي ممكن اللي هذا العدد كامل تيقسمه هذاك العدد. يعني نشوف شنو هو الرقم اللي ممكن يكون هنا 5، يعني خاص يكون في الوحدات ديالو 0 ولا 5. هذا خاص يكون عدد زوجي في الوحدات ديالو، وهذا خاص يكون الوحدات ديالو 0 ولا 5. خلينا مثلا 10، هذا ماشي من المضاعفات او من القواسم ديال 10. خلينا 20، هذا ايضا ماشي من القواسم. خلينا 30، هذا ماشي من القواسم ديال 30. خلينا 40، 40 40 هذا ماشي من القواسم 40. خلينا 50، هذا من القواسم. هذا لا، هذا لا. خلينا 60، 60 هذا من القواسم، هذا من القواسم، هذا من القواسم، هذا من القواسم. صافي خدينا المقام الموحد هو 60، يعني هاد الجوج شحال ضربناه تعطانا 60، ضربناه في 30، 30 في 2 تساوي 60. وهذا العدد الاخر شحال ضربناه في شحال فاش ضربنا 3 تعطانا 60، 3 في 20، يعني 3 في 20، 3 في 20، 3 في 20. ثم هذا العدد الفوقاني العدد 4 شحال ضربناه في 4 تعطانا 60 تقريبا. غتكون عندك 15، 15 30 60، هي 15، هي 15 زائد اش زائد هذا العدد 5 شحال واش ضربناه حتى عطانا 60؟ 5 في 6 غتكون 30، يعني 5 في 12 غتكون 60. 5 في 12 مزيان. هاد الأعداد هادو كاملين غادي نجمعهم وغادي يعطيوني البسط، البسط اللي غادي يكون هنا لتحت غادي يكون فيه 60، يعني هذا ولا هذا هو الجواب الصحيح. غنقلبو دابا على شحال غادي يساوي هذا. 30 زائد 20 هي 50، زائد 10 هي 60. 65 زائد 10 75، زائد 2 76، 77، 77 هذا 60، هذا هو الجواب الصحيح. ثم غادي نشوف السؤال 6، أ و بي و سي أعداد صحيحة طبيعية تحقق سي أكبر من بي وأكبر أيضا من أ وكلهم أكبر من صفر، يعني كلهم موجب أعداد موجبة، و سي عدد فردي، يعني سي عدد فردي، وهاد الآخرين معرفناهمش واش زوجي ولا فردي. وهي أطوال أضلاع مثلث قائم الزوايا، هادو ثلاثة الأطوال ديال أضلاع مثلث قائم الزوايا. زوجية الأعداد، زوجية العددين أ و بي هي، يعني واش أ زوجي وبي زوجي، واش أ فردي وبي زوجي، واش أ فردي وبي فردي، واش أ أوس اثنين فردي وبي أوس اثنين فردي. واخا باش يكون عندنا سي فردي أصلا عندنا مثلث قائم الزاوية، يعني غادي إذا كان مثلث قائم الزاوية بحال هذا الشكل، إذا كان مثلث قائم الزاوية، إذا كان مثلث قائم الزاوية خاص يكون سي هو هاد الضلع الطويل، ياك هو الوتر، علاش؟ حيت هو اللي كبر منهم كاملين، وغادي يكون عندنا هنا أ وغادي يكون عندنا هنا بي. مزيان، حيت هما أطوال أضلاع. صح طبيعة تحقق، وهي أطول أضلاع، يعني الطول ديال الأضلاع هما هادو أ بي سي. واخا هذا كبر منهم كاملين اللي هو سي، ثم بي كبر من أ، بي راه كبر من أ. مزيان، عندك سي فردي، يعني اش غادي يكونوا الآخرين؟ إلا بغيتي يكون نعرفو اش غادي يكونوا، غادي نطبقو المبرهنات فيثاغورس اللي هي سي أوس اثنان كتساوي اش؟ كتساوي أ أوس اثنان زائد بي أوس اثنان زائد بي أوس اثنان. مزيان، باش تساوي ا اس 2 زائد بي اس 2 باش تساوي سي اس 2 اللي غادي تخرج لنا فردي، حيت العدد الفردي مثلا 3 اس 2 شحال غتخرج لنا؟ 3 اس 2 كتساوي 9، كتساوي 9، يعني كتبقى فرديه. مثلا 5 اس 2 كتساوي 25، كيبقى عدد فردي. واخا دير اس 2 اذا كان فردي تيبقى عدد فردي، يعني هاد سي اس 2 اللي درنا عليها اس غادي يبقى فردي. وواحد القضيه باش تعرفوها،
يعني باش يخرج لي عدد فردي خاص يكون هذا فردي وهذا زوجي، ولا هذا زوجي وهذا فردي، حيت الا جمعنا فردي مع فردي غيعطينا زوجي، ولا جمعنا زوجي مع زوجي غيعطينا زوجي. مثلا نجمع فردي مع فردي، مثلا 3 زائد 3 شحال غتعطينا؟ 6. يعني غادي تخرج لنا هذه زوجيه، وحنا ما بغيناهاش زوجيه، بغيناها فرديه. ولكن زوجي مع زوجي 3 4 زائد 4 غادي تولي 8، يعني زوجي. هذا الشيء ما بغيناش، حنا بغينا فردي مع زوجي ولا زوجي مع فردي. غادي نشوفوا النتيجه هنايا، شكون فيهم اللي شكون هو الجواب اللي فيه ا و بي مختلفين؟ هذا زوجي زوجي، فردي زوجي، هذا فردي وزوجي، وهذا فردي فردي، هذا فردي فردي. يعني هذا هو الجواب الصحيح، يكون فيه ا و بي عددين مختلفين. ثم غادي نمشيو للسؤال 7. في شكل جانبه اس ا بي سي دي هرم منتظم رأسه اس وقاعدته مربع ا بي سي دي، حيث يعني هذا مربع ا بي سي دي، حيث مساحة كل وجه من وجوه هذا الهرم تساوي 400 سنتيمتر مربع. شنو هما الوجوه علاش كيهضروا هذا الوجه؟ من هنا لهنا لهنا، هذا هو الوجه. هذا الهرم ديالنا شحال من وجه عنده؟ عنده هذا وعنده هذا الثاني، عنده الثالث كاين من هنا من جهة أخرى، وعنده الرابع هو هذا. هذا 4 ديال الأوجه. يعني إلا بغيتي المساحة ديال هاد يعني هذا الهرم من الفوق، راه تجمع هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، يعني 400 مضروبة في 4 إلا بغيتي المساحة. حنا شنو طلبوا مننا السؤال؟ طول ارتفاع اس اش، اس اش هما اللي طالبين منا. قال لك واش هي 20 جد جوج، واش 20، واش 100، واش 22 سنتيمتر. حنا اشنو غادي نديرو في هذه الحاله؟ غادي خصنا حاجه واحده، غادي خصنا اشنو هي مساحه هذا الهرم، هذا الاس ديال هذا الهرم، اس ديال هذا الهرم شحال كتساوي؟ من خلال المساحه ديال هذا الهرم هذا غادي نوضعو ان المساحه ديالو غادي يكون فيه طبعا الارتفاع، وهاد المساحه تنعرفوها علاش؟ حيتاش ديال المثلث. كيف ما كتعرفوا مساحه المثلث، مساحة مثلا المثلث هو اس ان، مساحة المثلث كتساوي القاعدة في الارتفاع مقسمة على 2، يعني بي سي، بي سي مضروبة في الارتفاع اللي هو غادي نخلقو. غنديرو حنا الارتفاع بوحدنا، يعني غادي نديرو اس ام، غنديرو هاد النقطة هنا اللي هي اس ام، مثلا نديرو هاد النقطة ام مقسومة على 2. وبالتالي إذا درنا هذا المثلث هذا وهذا وهذا وهذا، يعني اس 1 زائد اس 2 زائد اس 3 زائد اس 4 كيساوي كاملين 400 سنتيمتر مربع. وبالتالي ممكن نجبدو المساحة ديال هذا المربع هذا. وإلا جبدنا المساحة ديال هذا المربع هذا، ديك الساعة تكون القضية سهلة علينا، حيتاش المساحة ديال هذا الشكل كامل هي مساحة الأوجه بربعة زائد مساحة المربع. وإلا جبدنا هذه واستعملنا هذه المساحة هذه ديال الهرم، غادي نستطيعو نجبدو اس اش شنو كتساوي. يعني الجواب ديالنا اللي غادي نلقاو هو 20 جذر 2، بعد ما حسبناها حنا لقينا 20 جذر 2، هذا هو الجواب الصحيح. اذا غادي نمرو للسؤال 8 اللي هو تعميل للحدودية. عندنا واحد الحدودية هنا اللي هي 9 اكس اس 2 ناقص 9 و 40. عندك التعميل ديال الحدودية كيفاش غادي نديرو ليها؟ عندك 9 اكس اس 2 اكس اس 2 ناقص 9 و 40. غادي نشوفو فين هي البلاصة اللي ممكن نديروها نردوها اس 2. 9 هي 3، هي 3 اكس، ندير كل اس 2، 3 اكس كل اس 2، حيت 3 اس 2 هي 9، ناقص اش؟ ناقص 49، عفوا ماشي 42، 49، 49 هي 7 اس 2، هي 7 اس 2. وبالتالي هذه متطابقة هامة اللي هي ا اس 2 ناقص ب اس 2، شنو كتساوي هذه؟ كتساوي ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب، ا ديالنا هي 3 اكس، يعني 3 اكس ناقص 7 عامل لي 3 اكس ناقص 7 عامل لي 3 اكس زائد 7. هذه فين هي في الحلول هنايا؟ غادي تلقاها في جواب ج. ثم غادي ندوزو للتمرين او السؤال الموالي اللي هي 9. قطعت سيارة مسارا طوله 50 كيلومتر في ظرف ساعتين، ثم مسارا ثانيا طوله 100 كيلومتر في ظرف 3 ساعات. السرعة المتوسطة التي قطعت بها السيارة المسارين هي
الف باء جيم دال. شنو غادي نديرو حنا؟ كيف ما كنعرفو لا فيتاس كتساوي او السرعه المتوسطه كتساوي المسافه على الزمن، يعني تساوي المسافه على الزمن دي على تي. شنو بغينا حنا هنايا؟ بغينا هاد السرعه المتوسطه نيت، ولكن هاد المسافه اللي عطاونا راه ماشي هي 50 بوحدها و100 بوحدها، غادي نجمعهم جوج اللي هي كتساوي، حيتاش قطعت المسافه الاولى ثم قطعت المسافه الثانيه، يعني قطعت المسافه الاولى ب اللي هي 50 اللي هي 50 كيلومتر زائد 100 كيلومتر اللي هي 150 كيلومتر. شحال من ساعه؟ شحال من ساعة فاش قطعتها؟ الشق قطعتها في هذه، قطعتها في ساعتين، والأخرى قطعتها في 3 ديال السوايع، يعني على 5 ساعات. على في 5 ساعات 150 في 5 ساعات، شحال فاش غتكون قطعت هذا الشيء؟ غتكون قطعتها في غتكون قطعتها في كيف ما قلنا 150 على 5 غادي تعطينا 30، يعني قطعتها في 30 كيلومتر بار اور، يعني 30 كيلومتر في الساعة. 30 كيلومتر في الساعة هي هذه، والجواب غادي يكون الجواب ب. ثم غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال 10. سؤال 10 شنو تيقول؟ اب سي مثلث متساوي الاضلاع، غادي يكون عندنا واحد المثلث متساوي متساوي الساقين عفوا، ماشي هو متساوي الاضلاع، حيت كاين فرق ما بين متساوي الاضلاع ومتساوي الساقين. متساوي الساقين تقريبا، يعني الساقين هو هذا وهذا. في أ، يعني متساوي الساقين في أ، تكون هذه هي أ، تكون هذه هي أ. هذا الساق يساوي هذا الساق أ بي سي، قال لك حيث زاوية سي أ بي كتساوي هذه الزاوية، هذه كتساوي 120 درجة. الزاوية كتساوي 120 درجة، 120 درجة، ولتكن دي المسقط العمودي من نقطة سي على المستقيم AB. هذا المسقط العمودي، يعني خاصو يكون زاوية قائمة هنا، غتكون عندنا زاوية قائمة هنا. المسقط العمودي لل سي على المستقيم AB قياس الزاوية دي، هذه هي دي، قياس الزاوية دي سي أ، دي سي أ، قياس الزاوية دي سي أ يساوي شحال كيساوي؟ واش 30 واش 60 واش 90 واش 120 درجة؟ دي أ سي هذه هي الزاوية علاش كيهضرو. مزيان، كيف ما كنعرفو كاملين أن مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة، يعني 180 هي مجموع زوايا المثلث، 180 درجة. عندك هنايا، عندك هنايا في هذا المثلث هذا أ دي سي، عندك أ دي سي، عندك أ دي سي. شنو عندو في الزاوية ديالو؟ عندو 120، واحد الزاوية اللي هي 120، وعندك حد الزاوية هذه اللي هي معروفة أصلا فيها 90 درجة، عاد عندنا الزاوية أخرى اللي ما معروفاش، يعني ممكن ندير 180. إذا كيف ما قلنا، بالنسبة للمثلث أ بي سي هنا متساوي الساقين، يعني هاد الزاوية غتكون تتساوي هاد الزاوية، بغض النظر الزاوية سي كتساوي الزاوية بي. عندي الزاوية أ 120، 180 ناقص 120 شحال كتساوي؟ غتخرج لينا 60، غتخرج لينا 60 درجة، يعني بقات ليها 60 درجة، يعني 60 درجة غادي تكون مقسمة على هاد الزوايا بجوج اللي هما أصلا متساويين، وإلا قسمنا 60 على جوج غتعطينا 30 درجة، اللي هي الجواب ألف، اللي هو الجواب الصحيح اللي هو ألف.